كل الكلمات اللي ظهرت على الشاشة دي معناها قليل. few, a few, little, a little, وحتى less و fewer. بس يا ترى امتى نستخدمهم وايه معناهم بالظبط؟ لان ده خطأ شائع جدا. اتفرج على الفيديو للنهاية وهتستفيد كتير. يلا بينا. طب ما تيجي نبتدي مع بعض الاول ب few. عاوزين نعرف الفرق بين few, a few, و fewer. بس قبل ما نبتدي خلينا اقولك ان التلاتة دول ليهم شرط مهم جدا في الاستخدام، وهو انك تجيب بعدهم countable noun يعني او اسم بيتعد. يعني ايه اسم بيتعد في اللغة الانجليزية؟ يعني اسم ليه مفرد وليه جمع and you can count it. زي مثلا people مفرد بتاعها person، زي مثلا table جمعها tables، زي مثلا friend جمعها friends، تقدر تعدهم وهكذا. فلازم بعد التلاتة دول تجيب اسم يعد. طيب اولا كده a few و few الاثنين معناهم قليل، لكن بنستخدمهم في موقفين مختلفين تماما. a few معناها قليل لكن كافي، معناها ايجابي. لما اقول لك مثلا I have a few chairs but they'll be enough for the attendees, the people who are gonna attend the party. لكن هيبقوا كافيين، هم عددهم قليل لكن كافيين للناس اللي هيحضروا الحفلة، هتقضى يعني. اوكي؟ فهنا لو جه قبل few A بيبقى معناها ايجابي. I have a few chairs but it'll be enough. لكن لو قلت I have few chairs ده معناها كده ان عددهم مش كافي. I have few chairs, this is not gonna work, we're gonna need more. انا عندي عدد كراسي قليل مش هيكفوا، احنا محتاجين تاني، we need more. خدت بالك الايه عملت ايه؟ تغيير سحري جذري، معناها يقلب من a few ايجابي وكافي لمعناها few قليل وغير كافي او سلبي. مثال تاني ان شاء الله ما حد حوش. لما اقول لك I have a few friends and we stay together، انا عندي اصحاب قليلين بس احنا كده رابطه واحده مع بعض دايما في المشاكل او في اي حاجه، we stay together. فهنا الاصدقاء القليلين معناهم ايجابي I have a few friends. لكن لو قلت لك I have few friends هنا معناها سلبي and I feel lonely، وانا حاسس بالوحده. تمام؟ فالايه عملت فرق. اخر حاجه بقى fewer قبل ما نخش على little. fewer هي مش معناها قليل، هي معناها اقل. دي صفه مقارنه بتقارن ما بين حاجتين. لما اقول لك مثلا I have fewer employees than you، يعني انا عندي عدد موظفين اقل في شركتي عن شركتي. اوكي؟ ففيور دي صفه مقارنه بتقارن ما بين حاجه وحاجه، وبرده زي ما اتفقنا يجي بعدها اسم يعد. ندخل بقى على little و a little. الاثنين برده معناهم قليل، ونفس النظام برده بتاع few a few لو انت فاكر، حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه. لكن الفرق ما بينها وما بين few ان بيجي بعدها اسماء لا تعد، uncountable nouns في اللغه الانجليزيه. يعني مثلا يجي بعدها money، الفلوس في الانجليش لا تعد لان ملهاش جمع، يعني في monies بس ده استثناء. milk اوكي اللبن، water الميه، حاجات التي لا تعد. طيب الفرق ما بين little و a little a زي الفرق ما بين few a few، حاجه سلبيه وحاجه ايجابيه. هديك مثال عشان تفهم اكتر. لما اقول لك مثلا عندنا لبن موجود في الثلاجة بس كفاية هيعمل لنا الشوكليت كيك مثلا، فهقول لك a little عشان ده معناه ايجابي. هقول لك مثلا we've got a little milk in the fridge but it'll be enough to make the chocolate cake. يعني احنا عندنا لبن قليل مش كتير في الثلاجة بس كافي، فالمعنى ايجابي. تمام؟ كافي ان هو يعمل لنا الشوكليت كيك. لكن لما اقول لك we have little milk in the fridge go and buy some، ما عندناش لبن كفاية أو عندنا قليل قوي غير كافي فروح واشتري لنا تاني. أي حاجة بقى معانا less. less دي زي fewer صفة مقارنة برضو معناها أقل، بس بتيجي مع الحاجات الغير معدودة. his knowledge about this topic is less than my knowledge، يعني معرفته عن الموضوع ده أقل من معرفتي. اوكي؟ knowledge اسم لا يعد في اللغة الإنجليزية. الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.